السلام عليكم، مرحبا بمتتبعي قناة الحميدي. إذا هذا النهار غادي نهضروا على بلاغ عاجل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول تأجيل كل مباريات الانتقاء. إن شاء الله إلا تبعتوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر غتفهموا هذا التأجيل اللي كيخص كل المؤسسات وكل المعاهد وكل الكليات. إذا تهيب الوزارة لجميع المسؤولين تأجيل كل مباريات الانتقاء لولوج المؤسسات الجامعية. ملي تنقول المؤسسات الجامعية تنقصدو جوج الحوايج: مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، يعني ممكن لأي تلميذ خدا البكالوريا ديالو بإمكانه أنه يتسجل في هذه الكليات اللي غنذكر لكم، بحالاش بحال كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كليات الآداب والعلوم الإنسانية، كليات العلوم، الكليات المتعددة التخصصات، كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين والعلوم الشرعية، وأيضا مؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، تلامذ اللي تهزوهم على النقطة اللي جابوا في البكالوريا. بحال هاد الكليات، بحال كلية الطب والصيدلة، هادو الاختصار ديالهم بالفرنسية، وعندنا كليتي طب الأسنان، مدارس المهندسين، كليات العلوم والتقنيات، أيضا عندنا المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، المدارس العليا للأساتذة، المدارس العليا للأساتذة التعليم التقني، المدارس العليا للتكنولوجيا، مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، وكليات علوم التربية أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، بمعنى غير التابعة لوزارة التربية الوطنية، أي تابعة لوزارات أخرى، بحالش بحال وزارة الفلاحة، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة السكنة وسياسة المدينة، وزارة الصحة. إذن مؤسسات للتكوينات العسكرية والشبه العسكرية، كل ما يخص الأمن، الدرك الملكي، العسكر بشتى أنواعه، قطاع الهندسة والتعمير وإعداد التراب والبيئة، قطاع الفن والثقافة والرياضة، وقطاع الدراسات الإدارية والقانونية والتدبير، وأيضا قطاع علوم الفلاحة والغابة والبحر، قطاع علوم التربية، قطاع العلوم الحية والأرض، قطاع علوم وتقنيات المهندس، قطاع العلوم وتقنيات الإعلام والاتصال، قطاع العلوم الاجتماعية والصحة، أو مؤسسات التعليم العالي الشركة، أو مؤسسات التعليم العالي الخاص، الناس اللي تتقرأ بالفلوس المبرمجة من قبلها، وذلك إلى ما بعد رفع الحجر الصحي واجتياز امتحانات البكالوريا. يعني حتى غدوزوا ان شاء الله الامتحانات البكالوريا ديالكم، عاد غيتعلن على لي كونكور ديال هاد المؤسسات وديال المعاهد والكليات اللي ذكرت لكم. اذا دابا غادي نعطيكم البلاغ اللي صدر نهار 6 ابريل، يعني هو هذا بلاغ: دعما بمجهودات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بجميع مكوناته لاحترام التدابير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا 19 المستجد، ولاجتياز هذه الفترة العصيبة التي تعيشها بلادنا، تحث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بكل الفاعلين في المنظومة إلى التقيد بالإجراءات والتدابير المتخذة خلال فترة الحجر الصحي. وفي هذا الإطار تهيب الوزارة بجميع المسؤولين الالتزام بتأجيل كل مباريات الانتقاء لولوج المؤسسات الجامعية أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، أو مؤسسات التعليم العالي الشركة، أو مؤسسات التعليم العالي الخاص المبرمجة من قبلها، وذلك إلى ما بعد رفع الحجر الصحي واجتياز امتحانات البكالوريا. إذن هذه المؤسسات كلها راني شرحتها لكم. إلا كان عندكم شي تساؤل أو لا مثلا بغيتوا تعرفوا مثلا شنو هما هاد المؤسسات التعليم العالي الخاص
فخليوا لي في التعليق وان شاء الله غادي نمدكم بجميع ما تحتاجونه وبجميع التساؤلات ديالكم غادي نجاوب عليها. وما تنساوش ايضا انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واضرب لكم موعدا الى الحلقة القادمة ان شاء الله.